مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائي طلاب الصف الحادي عشر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع مراجعة ومناقشة الاختبارات التجريبية، ونبدأ على بركة الله في مناقشة الاختبار التجريبي الأول. أولا الأسئلة الموضوعية، السؤال الأول، قال تعالى: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قيلت هذه الآية لي؟ ألف قارون، موسى، الجهلاء من قوم موسى، دال الذين أوتوا العلم بالله وشرعه وعرفوا حقائق الأمور. والإجابة الصحيحة هي أن هذه الآية قيلت للجهلاء من قوم موسى عليه السلام. السؤال الثاني، المراد بالسفيه في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نعم، الإجابة هي أن السفيه هو من لا يحسن التصرف في المال. السؤال الثالث، كل من الآتي لا يعتبر عبادة ما عدا، نعم رائع، الاغتسال قبل صلاة الجمعة، هذه هي الإجابة الصحيحة. نلاحظ أن باقي الخيارات الثلاث إنما هي من باب العادات التي يقوم بها الإنسان، لكن الاغتسال قبل صلاة الجمعة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الرابع، العبارة النبوية التي تشير إلى أمر غيبي يعد دليلا على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وفيها إخبار بأمر غيبي مستمر إلى يوم القيامة، هي: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم. الإجابة الصحيحة دال. السؤال الخامس، مما تميزت به الرسالة الإسلامية أنها تشمل سكان الأرض جميعا، وهذا يشير إلى خاصية، نعم، العالمية. الإجابة الصحيحة باء، وهذا تعريف عالمية الرسالة الإسلامية، أنها رسالة تشمل سكان الأرض جميعا بوصفهم وحدة واحدة. السؤال السادس، أحد الأمثلة الآتية لا يعد من البدعة المنهي عنها. الإجابة الصحيحة ألف، وهي اختراع جهاز لتصوير الأشعة، لأنها من المخترعات الحديثة ومن الأمور الحياتية، وهي من الأمور التي لا دخل لها بالعبادات ولا بالعقائد. نلاحظ أن الزيادة على عدد أشواط الطواف، والزيادة على عدد ركعات الصلاة، والزيادة على الأذكار المسنونة، هذه الأمور الثلاث إنما هي عبادات، وهذه من الأمور التي تقع فيها البدعة ويكون فيها الابتداع، العبادات والاعتقاد. السؤال السابع، قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. يدل الحديث الشريف على شرط من شروط صحة البيع. نعم، الإجابة ألف، أن يكون البائع مالكا للبيع. السؤال الثامن، أحد العبارات الآتية تعد تعريفا صحيحا لربا الفضل.
الإجابة الصحيحة ألف، وبيع ربوي بجنسه متفاضلا. السؤال التاسع، كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، وقد أسلم على يد، الإجابة باء، أبي بكر الصديق رضي الله عنه. السؤال العاشر، أعطت بريطانيا لليهود وعدا بإقامة دولة لهم على أرض فلسطين، وأطلق على هذا الوعد وعد بلفور، وكان ذلك في عام ألف، الإجابة الصحيحة 1917 ميلادية. السؤال الحادي عشر، القاعدة الشرعية في الأخذ بالأسباب أن الاعتماد على الأسباب وحدها دون الله تعالى يعد ردة أو معصية أو كفر بالله، والإجابة الصحيحة د، شرك بالله تعالى. السؤال الثاني عشر، الأصلح للعبد في حال صحته أن، الإجابة د، يجمع بين الخوف والرجاء على حد سواء، أما في حال مرضه فالأصلح للعبد أن يقدم الرجاء على الخوف. السؤال الثالث عشر، يجب على المسلم أن، نختار الإجابة الصحيحة من بين هذه العبارات، في ضوء دراستنا لدرس الخوف والرجاء، نعم الإجابة د، أن يوازن بين الخوف من المعصية والرجاء بالمغفرة. أما باقي هذه العبارات فهي عبارات خاطئة في ضوء درسنا. ثانيا، الأسئلة المقالية في الاختبار الأول. السؤال الرابع عشر، من درس عاقبة البغي والتكبر ودرس المحافظة على الحقوق، أجب عما يأتي. قال تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. في ضوء دراستك للآية الكريمة، استنبط ما يدل على غرور قارون في الرد على نصائح العقلاء من قومه. الإجابة: ما يدل على غرور قارون هو الإصرار على الفساد والجحود. هذه هي الإجابة. وأما ما يليها فهو للتوضيح لمن لا يتذكر معنى الجحود، حيث ادعى أن هذه الأموال التي بين يديه قد حصلها باجتهاده، ولا شأن لأحد بها. ب، بما عقبت الآية الكريمة على رد قارون؟ عقبت الآية الكريمة على رد قارون بذكر مصير السابقين من أمثاله، من هم أشد منه قوة، وما عليه إلا أن ينتظر سوء عاقبته. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم، وقولوا لهم قولا معروفا. السؤال جيم، وضح أسباب السفه. السفه إنما يكون لعدم العقل كالمجنون والمعتوه ونحوهما، وإما لعدم الرشد كالصغير الذي لا يعقل ما يتصرف به. السؤال دال، ما الحكمة من الحجر على مال السفيه؟ الحكمة من الحجر على مال السفيه خشية إفساده وإتلافه، وتعليل ذلك أن الله تعالى جعل المال قياما للعباد فيه مصالح دينهم ودنياهم، فلا نجعلها بين يدي السفهاء خشية أن يفسدوها ويتلفوها. السؤال الخامس عشر،
في مجال الحديث من درس قيمة الإخلاص أجب عما يأتي. نذكر أن هذا الحديث مطلوب حفظه من هنا، إنما الأعمال بالنيات. نقرأ الحديث من بدايته. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. السؤال ألف: تتجلى أهمية النية في عدة جوانب، أذكر اثنين منها. الإجابة: أولاً، أن النية أساس في قبول الأعمال. ثانياً، النية تميز بين الأعمال، فهي تميز بين الفرض والنافلة. السؤال باء: لا يقبل الله تعالى العمل إلا إذا كان مصحوبا بالنية، حدد من الحديث العبارة الدالة على ذلك. نتذكر أعزائي الطلاب أننا قد درسنا أن الحديث قد اشتمل على قاعدتين جامعتين. القاعدة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذه تدل على أن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان مصحوبا بالنية، وهذه هي القاعدة الأولى. أما القاعدة الثانية فهي مستفادة من قوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذه تدل على القاعدة الثانية، أن المسلم يجازى على عمله بحسب نيته. السؤال السادس عشر من درس فضل التفقه في الدين، ولا زلنا في مجال الحديث الشريف. ألف: أكمل كتابة الحديث الشريف. هذا الحديث أيضا نذكر أنه مطلوب حفظه. عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. السؤال باء: العالم الذي يعبد ربه على بصيرة خير من العابد الذي يعبد ربه على غير علم، علل ذلك. ذلك لأن العالم نفعه متعد إلى غيره، يرجع إليه الناس فيتعلمون منه وينتفعون بعلمه، وهذا معنى أن نفعه متعد، أي يرجع إليه الناس يتعلمون منه وينتفعون بعلمه. أما العابد غير العالم فنفعه مقتصر على نفسه، فلذلك فإن الأفضلية تكون للعابد العالم. السؤال السابع عشر في مجال العقيدة الإسلامية من درس خصائص الرسالة الإسلامية ودرس البدعة، أجب عما يأتي. ألف: ما المراد بربانية الرسالة الإسلامية؟ المراد بربانية الرسالة الإسلامية أن المنهج الذي رسمه الإسلام للوصول إلى غايته وأهدافه منهج رباني خالص، مصدره وحي من الله تعالى. السؤال باء: أذكر المجالات التي يعتبر الابتداع فيها من الضلال المنهي عنه. وهنا نتذكر أن البدعة تعتبر ضلالا. البدعة إنما تكون
في أمور الاعتقاد، وهي الأمور التي تتعلق بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن الأمثلة عليها الاستعانة بغير الله، أو العبادات مثل الزيادة على عدد ركعات الصلاة. إذن المجالات التي تكون فيها البدعة المنهي عنها والتي تعتبر ضلالا مجال الاعتقادات والعبادات. المجال الرابع الفقه الإسلامي. السؤال 18 من درس أحكام البيوع ودرس الربا والميسر. السؤال ألف: دلل على مشروعية البيع من القرآن الكريم أو السنة المطهرة. نحفظ هنا أحبائي الطلاب دليلا واحدا ما يسهل عليك كتابته وحفظه تركز عليه. من القرآن الكريم قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما من السنة النبوية المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. السؤال باء: يشترط لصحة البيع أن يكون محل البيع معلوماً لكلا الطرفين، ويتحقق ذلك من خلال أمرين اذكرهما: أولاً أن تكون السلعة معلومة للمشاهدة أو الوصف المطابق للواقع، وأما الجزء الثاني من محل البيع الذي لا بد أن يكون معلوماً وهو الثمن. قلنا أن محل البيع يشمل السلعة والثمن، أو البضاعة والثمن. فإذا لابد أن تكون السلعة معلومة وأن يكون الثمن معلوما. السؤال جيم: وضح المقصود بربا النسيئة. هو زيادة، الإجابة زيادة يأخذها الدائن من المدين مقابل التأجيل. السؤال دال: تنقسم أصول الربويات إلى قسمين اذكرهما مع التوضيح. القسم الأول الذهب والفضة، ويندرج تحته كل نقد يشترك معهما في علة الثمنية كالريال والدينار والدولار، لأنها كلها تعود في أصولها إلى الذهب والفضة. أما القسم الثاني فهو البر والشعير والتمر والملح، وينسحب حكمه ويندرج تحت حكمه كل طعام يكال أو يوزن كالأرز والحبوب. المجال الخامس. السؤال 19 من درس سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والمكانة الدينية لفلسطين وبيت المقدس. أجب عما يأتي: استنبط فضائل سعد بن أبي وقاص من النصوص الآتية. قال سعد رضي الله عنه: والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله. فضيلة سعد المستنبطة هنا أنه أول من رمى بسهم في الإسلام. أما النص الثاني فهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي سعد فداك أبي وأمي. فضيلة سعد التي نستنبطها أن الرسول عليه الصلاة والسلام افتداه بأبويه. النص الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع علينا رجل من أهل الجنة. نعم، من فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. السؤال باء: وضح أثر الانتداب البريطاني في احتلال فلسطين. أعطت بريطانيا عام 1917 للميلاد
اليهود وعدا بإقامة دولة لهم على أرض فلسطين، والذي سمي بوعد بلفور. فبدأ آلاف اليهود بالهجرة لفلسطين، وتشكلت العصابات اليهودية، وقاموا بارتكاب المذابح والمجازر بحق شعبنا الفلسطيني. السؤال جيم: للعرب الأحقية في أرض فلسطين وبيت المقدس، برهن على ذلك، كيف تثبت ذلك عزيز الطالب؟ نعم، إن أول من سكن فلسطين هم الكنعانيون، وذلك قبل الميلاد بستة آلاف سنة، وهم قبيلة عربية سميت فلسطين باسمهم. أما اليهود فدخولهم لفلسطين كان قبل الميلاد بألف وأربعمائة عام، هذا أول دخول لهم. بالتالي يكون الفلسطينيون أو الكنعانيون قد سكنوا فلسطين قبل اليهود بأربعة آلاف وخمسمائة عام، وهذا ما يثبت أحقيتهم في أرض فلسطين وبيت المقدس. المجال السادس: الآداب والأخلاق الإسلامية. السؤال رقم 20 من درس الخوف والرجاء، أجب عما يأتي. ألف: وضح المقصود بالرجاء. الرجاء هو طمع المؤمن في رحمة الله تعالى وفضله ومغفرته. انتهى بذلك الاختبار التجريبي الأول، وبحمد الله أجبنا على أسئلته. ننتقل الآن إلى إجابة الاختبار التجريبي الثاني لمادة التربية الإسلامية، ونبدأ أولا بالأسئلة الموضوعية. السؤال الأول: قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ما الأسلوب اللغوي المستخدم في هذه الآية؟ الإجابة جيم: الحصر. السؤال الثاني: قال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. بما أمر الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة؟ نعم، إعادة المال إلى اليتيم إذا وصل سن البلوغ. السؤال الثالث: الصحابي الجليل الذي استشهد على يد أبي لؤلؤة المجوسي هو؟ نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السؤال الرابع: من خلال دراستك لحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن علامة إرادة الخير للمؤمن تكون به؟ نعم، تعلم الأحكام الشرعية والتفقه في الدين. ثالثا: مجال العقيدة الإسلامية. السؤال الخامس: قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تدل الآيتان الكريمتان على خاصية من خصائص الرسالة الإسلامية، وهي؟ نعم جيم: الربانية. السؤال السادس: كل من الآتي تجوز فيها البدعة ما عدا واحدة. الإجابة جيم: كما قلنا سابقا، نتذكر أن البدعة إنما تكون في أمور الاعتقاد والعبادات، ولا تكون في الأمور الحياتية التي تتطلب اجتهادا، فهذه أمور يجوز الابتداع والاجتهاد فيها. السؤال السابع: أحد الأدلة الآتية لا يعتبر دليلا على مشروعية البيع،
الإجابة ب، قال تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أما باقي الأدلة المذكورة هنا فإنما هي أدلة على مشروعية البيع، أما هذا الدليل فلا يعتبر من الأدلة على مشروعية البيع. السؤال الثامن: واحد من الآتي تعد أو يعد من صور الميسر المحرمة شرعا. الإجابة جيم اليانصيب، ونتذكر هنا أن للميسر صورتين اليانصيب والمراهنة. السؤال التاسع: عرف الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بين أصحابه. الإجابة ألف باستجابة الله تعالى لدعائه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. السؤال العاشر: الوعد الذي أعطاه وزير الخارجية البريطاني لليهود بإقامة دولتهم أو دولة لهم على أرض فلسطين سمي بوعد؟ نعم بالفور. الإجابة ألف. السؤال الحادي عشر: من فضائل التوكل على الله تعالى أن الله يكفي المتوكل كل هم وضيق، والدليل على ذلك؟ الإجابة ألف، قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. السؤال الثاني عشر: الخوف من الله تعالى يدفع المسلم إلى؟ الإجابة ألف أيضا، فعل الأوامر وترك النواهي، أي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. السؤال الثالث عشر: على العبد في حال مرضه أن؟ الإجابة باء، يقدم الرجاء على الخوف، أما في حال صحته فيكون خائفا راجيا على حد سواء. ثانيا الأسئلة المقالية. السؤال الرابع عشر: قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ألف: المراد بالنصيب الدنيوي في قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. النصيب الدنيوي مثل المأكل والملبس والمشرب والمسكن وغيرها. السؤال ب: ما الإرشاد الذي تحمله الآية الكريمة لقارون على لسان العقلاء من قومه؟ أولا أن يطلب ثواب الآخرة من الله فيما أعطاه، ثانيا التنعم بباقي المال في الدنيا، ثالثا الإحسان للفقراء والمحتاجين، رابعا أن يرد حقوق العباد ويترك البغي عليهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السؤال جيم: ما المراد بالسفيه في الآية الكريمة؟ السفيه هو من لا يحسن التصرف في المال، إما لعدم عقله كالجنون، وإما لعدم رشده كالصغير. السؤال دال: ما الذي تنهى عنه الآية الكريمة؟ نهى الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة الأولياء أن يؤتوا السفهاء أموالهم، وذلك خشية إفسادها وإتلافها. السؤال الخامس عشر:
من درس قيمة الإخلاص أجب عما يأتي. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عرف براوي الحديث من حيث اسمه وإسلامه، من حيث إسلامه وفضله. إسلامه: أسلم في السنة السادسة من البعثة. أما فضله فهو ثاني الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وحكم 10 سنين. السؤال ب: تتجلى أهمية النية في عدة جوانب، أذكر 2 منها. أولاً: أنها أساس قبول الأعمال، وثانياً أن النية تميز بين الأعمال. السؤال 16: عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نذكر أحبائي الطلاب أن هذا الحديث مطلوب حفظه، فلا بد من حفظه والتدرب على كتابته غيبا. السؤال ألف: ما هي مناسبة الحديث الشريف؟ هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند قسمة مال بين المسلمين، خطيبا لنفوسهم لمفاضلته في العطاء بينهم. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم زيادة عن غيره لحكمة رآها مما علمه الله تعالى، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبه المسلمين أن الخير ليس في نصيب الإنسان من المال الذي يقسمه لهم بوحي من الله، وإنما هو بالعلم والتفقه في الدين والأحكام الشرعية. السؤال ب: وضح معاني المفردات والتراكيب الآتية. معنى يفقهه في الدين أي يفهمه أحكام الشريعة وحقائق الأمور. معنى كلمة قاسم أي أبين وأوزع ما أمرني الله به من الأحكام. السؤال 17: لتطبيق الشريعة الإسلامية أثر بالغ في تقدم المجتمع وصيانته، أذكر 3 من هذه الآثار. نعم، أولا: انتشار العدل في المجتمع، ثانيا: إحساس الجميع بالأمان، ثالثا: تحقيق السلام الاجتماعي. السؤال ب: هذه خطأ مطبعي، حبذا لو نعدله. هنا نضع الفرع ألف وهنا الفرع ب. دلل على تحريم البدعة من القرآن الكريم، قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الدليل الثاني من السنة النبوية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. المجال الرابع، السؤال 18: ألف،
من شروط صحة البيع الملكية، وضح ذلك. الملكية نعني بها أن يكون البائع مالكا للمبيع، أو وكيلا، أو وصيا، أو وليا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. السؤال ب: وضح المقصود بالاحتكار. المقصود بالاحتكار الإجابة: حبس التجار السلعة عند قلتها وندرتها بالأسواق ليرتفع ثمنها تحت قاعدة العرض والطلب. السؤال ج: قارن بين ربا الفضل وربا النسيئة من حيث التعريف. الإجابة: ربا الفضل هو بيع ربوي بجنسه متفاضلا، أما ربا النسيئة فهو زيادة يأخذها الدائن من المدين مقابل التأجيل. السؤال د: بين ما يشترط لصحة البيع في الحالات الآتية: دينار أردني بدينار كويتي. الشرط: التقابض فقط. نلاحظ أن الجنس للعملة قد اختلف، فهذا دينار أردني وهذا دينار كويتي، ولكن اشترط التقابض لأنهما يشتركان في علة الثمنية. الثاني: ملح بعملة نقدية. نلاحظ أن هنا الجنس قد اختلف والعلة قد اختلفت، فلا يشترط لذلك تماثل ولا تقابض. السؤال التاسع عشر: ألف، علل ما يلي. أولا: استجابة الله تعالى لدعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وذلك بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. ثانيا: دعا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين حضرته الوفاة بثوب خلق، أي جبة صوف، وأوصى أن يكفن فيها، وذلك لأنه لقي المشركين بها يوم بدر ويريد أن يلاقي فيها ربه. ب: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس. وجه الدليل. من فضائل فلسطين وبيت المقدس أن المسيح الدجال لا يدخلها. جيم: علامة يدل سكن الكنعانيين فلسطين قبل اليهود ب4500 سنة وتسمية فلسطين باسمهم، يدل على أحقية العرب والمسلمين بأرض فلسطين. السؤال رقم 20: علل ما يأتي. أولا: صرف الرجاء لغير الله تعالى يعد من الشرك. الإجابة: لأن الرجاء عبادة، ولا يجوز صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. ثانيا: إنما يخشى الله تعالى حق خشيته العلماء، لأنه كلما كانت المعرفة بالله أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. انتهت بذلك أعزائي الطلاب أسئلة الاختبار التجريبي الثاني، وأجبنا عليها بفضل الله عز وجل. نكمل مع الاختبار التجريبي الثالث.
السؤال الأول قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. نهت الآية الكريمة عن خلق ذميم، وهو التكبر والتعالي على الناس. الجزء المتوافق مع هذا النهي من الآية الكريمة هو د: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. السؤال الثاني قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معنى كلمة رقيبا، نعم الإجابة دال، مراقبا وحافظا. السؤال الثالث: في ضوء دراستك لحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه يجب على المسلم استحضار النية في، الإجابة ألف، بداية عمله. السؤال الرابع: إحدى أخوات معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما هي أم المؤمنين رملة رضي الله عنها، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإجابة ألف. السؤال الخامس: الدليل على عالمية الرسالة الإسلامية، الإجابة دال، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. السؤال السادس: الابتداع في الدين من غير دليل شرعي يعد، الإجابة باء، يعد ضلالا. السؤال السابع: قال لصاحبه عمر: بعتك سيارتي، فأجابه: قبلت، ولم يحدد الثمن. السبب في عدم جواز البيع هو، الإجابة باء، محل البيع غير معلوم. ولو قال له أيضا في مثال آخر: بعتك إحدى سياراتي، ولديه ثلاثة أو أربعة سيارات، ولم يحدد السيارة حتى وإن حدد الثمن، فإن البيع باطل ولا يجوز، وذلك أيضا لأن محل البيع وهي السلعة غير معلومة. السؤال الثامن: الذهب والفضة من أصول الربويات، ويندرج تحته، نعم الإجابة جيم، كل نقد يشترك معهما في علة الثمنية كالريال والدينار والدولار. السؤال التاسع: اختار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعدا رضي الله عنه ليكون من الستة أصحاب الشورى الذين يؤول إليهم أمر الخلافة من بعده، الإجابة دال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنه راض، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. السؤال العاشر: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولنعم المصلى هو، يقصد بذلك، أحسنت، الإجابة باء، المسجد الأقصى. السؤال الحادي عشر: ترك الأسباب مع الاعتماد على الله تعالى يعد، الإجابة جيم، معصية،
أما الاعتماد على الله دون الأخذ بالأسباب قلنا يعد معصية، أما يعد شركا. الاعتماد على الأسباب وحدها يعد شركا. السؤال الثاني عشر، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يشير إلى الإجابة دال، أنه كلما كانت المعرفة بالله أتم كانت الخشية له أكبر. السؤال الثالث عشر، من خاف الله في الدنيا أمنه الله في الآخرة، والدليل على ذلك هو؟ الإجابة جيم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه والحديث قدسي: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين. السؤال الرابع عشر، من درس عاقبة البغي والتكبر ودرس المحافظة على الحقوق، قال تعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ألف، استنبط من الآية الكريمة موقف الجهلاء من الناس حين خرج عليهم قارون في زينته. الإجابة: حين رآه الجهلاء من الناس استهوتهم هذه الزينة وتمنوا أن يكون لهم مثلها وفتنوا بقارون، أما أهل العلم فقد نصحوهم وحثوهم على عمل الصالحات. ب: بما عاقب الله قارون جزاء تكبره. الإجابة: عاقبه الله تعالى بالخسف حيث ابتلعته الأرض إلى يوم القيامة. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. جيم، وضح معاني المفردات الآتية. معنى من نفس واحدة آدم عليه السلام، ومعنى وبث منهما أي نشر وأشاع وأخرج منهما. السؤال دال، علل ما يلي: افتتحت السورة الكريمة بقوله تعالى يا أيها الناس، علة افتتاح السورة بيا أيها الناس ليعم الخطاب المسلمين وغير المسلمين في وجوب التزام أوامر الله تعالى وصلة الأرحام فيما بينهم. ثانيا، تكرار الأمر بالتقوى في الآية الكريمة، وذلك لتربية المهابة في النفس وتذكير بأهمية التقوى للامتثال بالأوامر الواردة بعدها. السؤال الخامس عشر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أذكر أحبائي الطلاب بحفظ الحديث
والتدرب على كتابته غيبا. ألف، اشتمل الحديث الشريف على قاعدتين جامعتين، اذكرهما. القاعدة الأولى: لا يقبل الله العمل إلا إذا كان مصحوبا بالنية، ويستفاد ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أما القاعدة الثانية فأن المسلم يجازى على عمله بحسب نيته، ويستفاد ذلك من قوله تعالى: وإنما لكل امرئ ما نوى. السؤال ب: بين وجه الدلالة المستفاد من النصوص الشرعية الآتية. أولا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. يؤجر المسلم بمجرد النية الصالحة ولو لم يعمل العمل. السؤال الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وجه الدلالة المستفاد من الحديث أن من أهم أنواع الهجرة في هذه الأيام هجر المسلم لما نهى الله تعالى عنه من الذنوب. السؤال السادس عشر، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. استنبط من الحديث الشريف صفات الأمة الباقية على الحق والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. صفات هذه الأمة أنها قائمة على أمر الله، مقيمة لحدوده، مبلغة لدينه، لا يضرهم من خالفهم ولا يصدهم عن ذلك أحد حتى يأتي أمر الله. ب: نعدل الرموز، هذا الفرع ألف وهذا الفرع باء. أذكر اثنين من الدروس المستفادة من الحديث الشريف. أولا، فضل التفقه في الدين والحث عليه والترغيب فيه، وأنه علامة خير للعبد. ثانيا، الرازق والمعطي هو الله تعالى، فمن أراد الفهم أو الرزق فليسأل الله تعالى من فضله. السؤال السابع عشر، ألف، وضح المقصود بشمولية الرسالة الإسلامية. يقصد بشمولية الرسالة الإسلامية إحاطتها بكل جوانب الحياة. الفرع ب: للبدعة وانتشارها آثار سيئة على المجتمع. أذكر اثنتين من تلك الآثار. أولاً، قد تؤدي بالمسلم إلى الوقوع في الشرك بالله تعالى. ثانياً، تحول بين المسلم وبين العبادة الصحيحة على الوجه الذي يرضاه الله تعالى. السؤال الثامن عشر، ألف، من شروط صحة البيع الأهلية، وضح ذلك. كون العاقد أهلا للتصرف بأن يكون بالغا عاقلا. ب: إذا استوفى عقد البيع شروطه وأركانه ترتبت عليه جملة من الآثار، أذكر اثنتين منها. أولا، نقل ملكية السلعة إلى المشتري. ثانيا، نقل ملكية الثمن للبائع. ثالثا، حل لكل منهما التصرف فيما انتقل إلى ملكه بكل شكل من أشكال التصرف المشروع. جيم، دلل على تحريم الربا من الكتاب والسنة. من القرآن
قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن السنة: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. سقطت الهاء هنا في الطباعة، نعدلها، وقال: هم سواء. السؤال دال: عدد حالات بيع وشراء الأصول الربوية. أولا، أن يباع الشيء بجنسه كذهب بذهب أو تمر بتمر، فيشترط لذلك شرطان: التماثل والتقابض. لماذا؟ لأن الجنس اتحدا في الجنس واتحدا في العلة، فالذهب بالذهب كلاهما نفس الجنس نفسه والعلة نفسها أثمان. ثانيا، أن يباع الشيء بغير جنسه مع اتحاد العلة كبيع الذهب بالفضة، فيشترط لذلك التقابض. اختلف جنسهما لكن علتهما مشتركة فكلاهما من الأثمان. ثالثا، أن يباع الشيء بغير جنسه مع اختلاف العلة كذهب بتمر، فلا يشترط لذلك تماثل ولا تقابض. السؤال التاسع عشر: ألف، علل أولا اختيار عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقيادة جيش المسلمين في معركة القادسية. اختاره عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقيادة معركة القادسية بسبب مهارته وبراعته القتالية. ثانيا، براعة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في فنون الرماية وإجادتها، وذلك لأن سعد رضي الله عنه عمل في مكة قبل إسلامه في بري السهام وصناعة الأقواس. السؤال ب: استنبط من الأدلة الشرعية الآتية فضائل بيت المقدس ومكانته الدينية. أولا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فحانت الصلاة فأممتهم. الفضائل: إمامة الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء جميعا في المسجد الأقصى. ثانيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى في بيت المقدس، المسجد الأقصى الذي تشد إليه الرحال. جيم، لفلسطين وبيت المقدس على المسلمين عددا من الواجبات، أذكر 2 من هذه الواجبات. أولا، نصرة الشعب الفلسطيني سياسيا وماديا ومعنويا. ثانيا، عدم التنازل عن أي جزء من فلسطين. ثالثا، دعم ومساندة أبناء بيت المقدس والعمل على تثبيتهم في أرضهم. السؤال رقم 20: عدد أقسام الخوف من الله تعالى. أولا، الخوف من العذاب في الآخرة. ثانيا، الخوف من خسارة الثواب. لذلك أحبائي الطلاب، انتهت مناقشة الإجابة عن أسئلة الاختبارات التجريبية الثلاث. أسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يوفقكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله لكم النجاح والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.